انا مبقاش يجي لي نوم من ساعتها، ودماغي قفلت عند الكلمه اللي انتي قلتيها، ونفسي اتصدت عن كل حاجه، وعلى لساني مفيش غير كلمه واحده بس. ليه انتي ما بقيتيش تصدقيني؟ بقولك يا بابي، اعتبره كلامي 1000 ساعه غضب وخلاص. دي مش كلمه، ده احساسك بيا ورايك فيا، وانا اللي انا بستغرب له احنا وصلنا لكده ازاي. طب وانت ليه بقى عايزني نفتح في حوارات ممكن تنتهي نهايه مش لطيفه، وخصوصا بقى ان احنا في الشارع؟ مش انت اللي طلبت ان احنا نكون في الشارع؟ حضرتك ما سألتش ليه انا طلبت نكون في الشارع. ما يمكن عشان تفوقي. بابي انا لو عايزه افوق ما كنت ذاكرت من الاول. انا اخترت الشارع علشان مش عايزه بيبان مقفوله عليا ولا حيطان تكتفني، عايزه احس ان انا حره بجد. حيرتيني يا بنت الناس، انت ايه اللي بعدك عني بالشكل ده؟ عشان حضرتك بتعمل كل حاجه عكس اللي انت ربيتني عليها. طول عمري شايفاك صياد واقف بسنارته مستني رزقه، لا همه بقى لطشة برد ولا ساعة شمس. امال انت شايفاني ازاي دلوقتي؟ صياد بس واقف من غير صنار، حواليه سمك كتير قوي ميت من سم الديناميت اللي انت رميته. للدرجه دي انا اتغيرت وبقيت بشعه؟ بقيت شبه ناس كتير قوي كانوا قاعدين في صندره مهجوره، واول ما شافوا النور اتسرعوا اتلموا حواليه. فته واللي يلحق. انا تعبت سنين، اتبهدلت كتير، واتظلمت اكتر، وترميت في السجون، ومع ذلك عمري ما نخيت ولا تنازلت عن المبادئ بتاعتي. انت دلوقتي جاي تحاسبيني على ايه؟ انا اترشحت عشان استاهل. انا مش بلوم حضرتك ان انت بتسعى لحلم عايز تحققه، بالعكس ربنا يوفقك، بس انا حزينه قوي ان هو اتحول لمراهنات وكلام نصه كذب عشان خاطر بس تلم اصوات. كذب؟ يعني انا كذاب؟ سوري يا بابي، بس انا شفتك قاعد مع ناس طول عمرك ضدهم، كل ده علشان خاطر ايه؟ تضمن اصواتهم في الانتخابات؟ شفت بقى السبق وصلك لفين؟